هذا فاصل خاص ببرنامج كورة على مود رفع الحظر عن ملاعبنا العراقية. بالتأكيد فرحة كلش مهمة لكل جماهيرنا لكل وسطنا الرياضي، بس حبيت أقول لكم هذا الشغل والإبداع كله للمونتير سجودي. لا تشوفوه صغير، والله مبدع، عاشت إيدك سجاد. انتظرونا حلقة برنامج كورة اليوم، احتفال إحنا وياكم بخصوص رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وإن شاء الله الأيام القادمة راح يرفع الحظر عن محافظاتنا الأخرى. خلينا نشوفكم شوية ما توقع من هذا الفاصل.